مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 67، وعنوان حلقتنا النهاردة الأشاعرة حرفوا الإسلام عند ابن جبرين. حلقة النهاردة هنعرض إزاي الأشاعرة بيشرحوا إن رسول الإسلام هو المعلم الأول في منهج التأويل، وإزاي الحنابلة الوهابية هيرد عليهم. ونشوف الأول الشيخ عبد القادر الحسين وهو بيأكد إن رسول الإسلام المعلم الأول في مدرسة التأويل. فهل أول النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤول فقط، بل علمنا منهج التأويل. ما معنى علمنا منهج التأويل؟ النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لم يفسر كامل القرآن، بل ولا معظم القرآن، إنما فسر عددا يسيرا من الآيات. وحينما جاءت نصوص ظاهرها يوهم التشبيه، النبي عليه الصلاة والسلام قام بتأويلها. زي ما شفنا الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين بيقول إن النبي لم يؤول فقط، بل علمنا منهج التأويل. وخلينا نعيد مع حضراتكم جملة كمان قالها ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. وحينما جاءت نصوص ظاهرها يوهم التشبيه، النبي عليه الصلاة والسلام قام بتأويلها. الشيخ عبد القادر الحسين بيقول لما جاءت نصوص ظاهرها يوهم التشبيه، راح رسول الإسلام قام بتأويلها. منين جاب الأشاعرة إن ظاهرها يوهم التشبيه بالنسبة للنبي؟ هل يا أشاعرة أنتم عندكم حديث يقول إن الرسول قال للصحابة ظاهر هذه الصفة يوهم التشبيه فأولوها، ولا أنتوا بتتكلموا بمذاقكم وخلاص؟ ولو حتى قلنا إن رسول الإسلام قال عن نص إن ظاهره يوهم التشبيه، فإزاي عرفتوا إن كل النصوص توهم التشبيه؟ طيب ممكن الرسول مثلا جاله وهم التشبيه في نص واحد، إزاي أنتوا خليتوها كل النصوص توهم التشبيه لو أخذناها على ظاهرها؟ وهنشوف مع حضراتكم الشيخ الدكتور عبد القادر الحسين هيشرح إزاي رسول الإسلام أول نص يوهم التشبيه، ونشوف جواب الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين ونشوف الفيديو اللي جاي. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استكسوتك فلم تكسني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف يفهم هذا النص عند الراسخين من العلم الذين يستنبطونه، الذين سماهم الله تعالى أهل الذكر، وكيف يفهم عند الجامدين على الظواهر؟ وزي ما شفتوا حضراتكم الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين هو بيدينا مثل على تأويل الرسول لبعض النصوص، فهو بيقول إن الحديث القدسي اللي فيه الله يقول: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استكسيتك فلم تكسني، ويقول هنشوف الأشاعرة الراسخين في العلم كيف فهموا الحديث ده، وإزاي هيفهموا غلاة الحنابلة الوهابية الجامدين على الظواهر اللي يقولوا إحنا لا نأخذ إلا بظاهر النصوص، وإحنا مش هنأول. وهنشوف مع حضراتكم الأشاعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول لينا إزاي الأشاعرة الراسخين في العلم فهموا الحديث، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. عند الراسخين في العلم ينظر إلى العلل والمناطات فيقول: هذا لفظ أضيف إلى الله جل جلاله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد في خباياه الأمة: إذا ما جاءك نص من مثل هذا فلا تحمله على ظاهره القبيح، لأن ذلك لا يليق. زي ما شفت حضراتكم الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول إن الأشاعرة الراسخون في العلم نظروا إلى العلل والمعاني المتعلقة بالحديث، فقالوا إن الألفاظ في الحديث أضيفت إلى الله جل جلاله، والرسول لما ذكر الحديث ده كان عايز يرشدنا من خلال خبايا الحديث ده إننا لو لقينا حديث زي ده أو أي صفة المفروض إننا ما ناخدهاش على ظاهرها، لأن المعاني الظاهرة قبيحة ولا تليق بالله، فعشان ننزل الله عن القبيح وعما لا يليق به لازم نأول النصوص وتقول التأويل اللي قاله الرسول: فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يبقى التأويل لوجدت ذلك عندي. وده اللي عمله
وده عكس اللي عمله غلاة الحنابلة الوهابية الجامدون المتقاعرون على الظواهر. ونشوف الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيفضح تناقض غلاة الحنابلة الوهابية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. أما الجامدون المتقعرون على الظواهر فيقولون بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أول هنا فنحن نؤول، وبما أنه لم يؤول هناك فنحن لا نؤول. نقول يا أخي لا ينسب إلى ساكت قول. وزي ما شفتوا الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول إن الجامدون المتقعرون على الظواهر اللي هم غلاة الحنابلة الوهابية لما اتزنقوا شافوا إن الرسول أول الحديث وأخد جملة يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، بمعنى لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أهله، هنأول هنا زي ما الرسول، لكن الحاجات التانية اللي ما أولهاش فيها الرسول مش هنأول. وبيعلق الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين على رد غلاة الحنابلة الوهابية المجسمة ويقول إزاي أنتوا بتتجرأوا وبتنسبوا للرسول إنه قال التأويل ده بس في الحديث ده بس، ده لكن في حاجات تانية لا يجوز التأويل فيها، أنتوا بتكذبوا على الرسول. ونشوف رد غلاة الحنابلة الوهابية على كلام الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عند نقاشنا لبعض الأشاعرة في مسألة التأويل يردون علينا ويقولون إنكم أيضا تتأولون، ويضربون مثالا بالحديث القدسي مرضت فلم تعدني، فكيف الرد عليهم؟ لا شك أن تأويل الأشاعرة أنه عام في الصفات وفي الأفعال، فهم توسعوا أولوا جميع الأشياء الظاهرة وحرفوها أهل السنة ما أولوا. وزي ما شفتوا حضراتكم إزاي طلاب غلاة الحنابلة الوهابية بيسألوا الشيخ ابن جبرين ويقولوا يا شيخنا إحنا لما بنناقش الأشاعرة في مسألة التأويل بيرد الأشاعرة علينا ويقولوا أنتوا برضو بتأولوا يا وهابية، ويقولوا لنا أنتوا بتأولوا الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، وهو نفس الحديث اللي نقلنا لحضراتكم كلام الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين عنه. الشيخ الوهابي ابن جبرين بيرد على السؤال بيقول الأشاعرة أولوا كل الصفات كل الأفعال كل الأشياء الظاهرة أولوها وحرفوا الإسلام، لكن أهل السنة الحنابلة الوهابية لم يؤولوا. ونشوف رد ابن جبرين على تأويل الأشاعرة لحديث مرضت فلم تعدني، ونشوف مع بعض. كذلك هذا الحديث مرضت فلم تعدني جاء في آخره أما إنك لو عدته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عندي، فالمراد أنك تجد الثواب تجد ثواب ذلك. معلوم أن الإنسان إنما يفرح بالأجر وبالثواب الذي على عمله، فعيادة المريض إذا عدته فإنك تحصل على أجر، فلا يكون ذلك تأويلا. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ ابن جبرين وهو بيقول إن حديث مرضت فلم تعدني جه في آخره أما إنك لو عدته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عنده، وده مش تأويل للحديث زي ما بيقول الأشاعرة اللي عايزين يحرفوا حتى معنى الحديث. لأ، ده معنى الحديث إنك تجد الثواب لأن زيارة المريض عليها أجر وثواب، وده مش تأويل زي ما بيقولوا الأشاعرة. ودلوقتي أنا هعمل لكم لخص لحلقة النهاردة. إحنا شفنا في حلقة النهاردة الأشعري الشيخ عبد القادر الحسين قال إن رسول الإسلام لم يؤول فقط، بل علمنا منهج التأويل وإن نصوص ظاهرها يوهم التشبيه، قام الرسول بتأويلها وأعطانا مثل على تأويل رسول الإسلام لبعض النصوص. فهو بيقول إن الحديث القدسي اللي فيه الله يقول يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني استكسيتك فلم تكسيني، وقال إن الأشاعرة نظروا إلى العلل والمعاني المتعلقة بالحديث وقالوا إن الألفاظ في الحديث أضيفت إلى الله، والرسول لما ذكر الحديث ده كان عاوز يرشدنا من خلال خبايا الحديث ده إننا لو لقينا أي حديث زي ده أو أي صفة المفروض إننا ما ناخدهاش على ظاهرها، لأن المعاني الظاهرة قبيحة لا تليق بالله، فعشان ننزه الله عن القبيح وعما لا يليق لازم نأول النصوص ونقول النصوص نقول التأويل اللي قاله الرسول فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي.
يبقى التأويل لوجدت ذلك عندي. وشفنا الشيخ ابن جبرين رد على كلام الأشاعرة وقال إن حديث مرض فلم تعودني جه في آخره أما إنك لو أعدته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عنده. وده مش تأويل للحديث زي ما بيقولوا الأشاعرة ويحرفوا ده، حتى معنى الحديث إنك تجد الثواب، فزيارة المريض عليها أجر وثواب، وده مش تأويل الحديث زي ما بيقولوا الأشاعرة. وتابعوني الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقولنا.